طبعا شعري رطب للحين، بس انا احب اخليه يجف بروحه عشان نبتدي نسوي سشوار. طبعا بنات انا دائما استخدم قبل الاستشوار حمايه، خصوصا مثل ما قلت لكم في الصيف، واذا تبين تسوين وايد يعني بشكل يومي تسوين استشوار، هذا يحمي فوق 230 درجه من الحراره اصلا، فهذا وايد ضروري. المشكله حتى يسهل في عمليه الاستشوار، يخلي شعرك بسرعه بسرعه، ما 5 دقائق ما ياخذ من وقتك. طبعا على حسب يعني، في شعور خفيفه انا شعري يعني يعتبر ترى خفيف. الحين ينن العطر. بعد الحين طبعا الجديد جايبين لي اياه عشان اجربه معاكم ونشوف شنو اللي يقول لي ان هو حرارته جدا عاليه، وانا صراحه اثق فيه للامانه. وقال لي انه قوي 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 وايد، فالحين راح اجربه معاكم. هذا هو احسه، بسوي لكم فيه الحين. خلينا نحط حق الفوليوم، خلينا نحطه، خلينا نوزعه بالشعر. شوفوا خلينا نوزعه، ما شاء الله ما شاء الله، شفتوا؟ خلينا نوزعه، حطه هني اكثر شيء. شوفي لازم الفوليوم ينحط بذي الطريقة بنات، شوفي حلو، توزعين فيه، تسوين فيه كذي مساج، تين هني اجين كذي، تاخذين تمام، توزعينه بهذي الطريقة، وتبتدين تسوين زوم شوي مساج، تين تسوين مساج. ترى دائما انا حق الزباين كذي، شوفي ها، تسوين مساج للشعرة وتطلعين اجين، شوفي يبتدي هو، شوفوا اصلا تغير. طبعا بنات الروس لا طبعا بنات الروت فوليوم، اذا كان ودك في فوليوم اكثر تستخدمينه. اما بالنسبة للثاني الابيض، طبعا كلهم راح اصورهم لكم، بالنسبة الى هذا لا، هذا يعني بشكل يومي قبل الاستشوار، اللي يحب يعني يعطي فوليوم في شعره يقدر يستخدمه. اما بالنسبة الى الثاني لا، هذا وايد الحين بيعطيني فوليوم، عشان كذي ما حبيت احطه في الشعر كله، قلت بحطه بس هني. انتوا تشوفوا انا مجرد حطيته حسيت ان شعري صار حلو. يلا ستارت.
راح استخدم هذا الجهاز 25 نسوي شوية waves. 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 راح استخدم هذا الجهاز 25 الحطة من النص ونبتدي بنات نلفة كذي بنات من تحت خلوه يكون كذي يعني من تحت بنات لا تلفينه خليه كذي اوكي يصير لك بالضبط بالضبط بيتش ويفز اوكي ونزلي هاللون كذي اوكي خلي اتين حق اللي بعدها شوفوا انا ما شاء الله الفير اوريدي سوالي ويفز يعني ما شاء الله وهذه الخصلة واقفة كذي لا تلفينها كامل وبلش افتح كذي شوفوا شوفوا شلون طريقة الفتحة ها كذي حلوة شفتوا شلون كذي خلي سكينة بيدك كذي شوفي حلوة شوفي كذي شفتوا شلون واو واو انا الهايلايت وايد احب انه يكون ويفز فما قدرت كنت بلفلفها بعدين قلت لا 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 ابي تشوفي اليوم بيتش ويفز ابي فوليوم واو شفتوا شلون خطير صح يعني كنا مو بمرتب عرفتوا شلون واو اي كذي حلو صار ين خيال
مسار ينن خيال مسار ينن خيال بنات يا قلبي، عشان ما تستعجلون انا قلت لكم بنزل الفيديو عقب كل المنتجات اللي استخدمتها راح انزلها لكم. معروف ان انا استخدم كيون. ثاني شيء، هذه الرغوه تستخدمينها حق مثل ما قلت لكم، في بنات تلف بالويفز بس مجرد انها تمسك بيدها تبتدي تفتحها يفتح كامل ويرجع كانه تضايق تضيع وقتها وعليا وشعرها ما يثبت فيه الويفز. فتستخدمين عندنا هني السترونج وعندنا السوفت. انا انصحك تستخدمين السوفت اذا ما عندك مناسبه وما تبين يتم، وتقدرين تستخدمين السترونج اذا ودك يكون وقت اطول معاج هالاثنين. تمام، احلى شيء انه يكونون عندك، فالافضل انك تخلينهم اثنينهم عندك، السترونج والسوفت. وترى احجامهم حلوه صغيره، اي وقت تبين تحطين نسبه بسيطه جدا. بنات وايد حلو. بكره بسوي لكم تاتوريال عليهم. تمام، اليوم انا ما استخدمت هذه لان استخدمت مقاس الفير 25. على فكره بنات المقاس جدا شيء اساسي، يعني شوفوا انا عطاني ميديم، يعني ما يصير تقولين ابي ميديم ويفز تروحين تستخدمين لي البيج ويفز 35. افضل شيء تستخدمينه عشان يتم معاج استخدمي 25، اوكي؟ هذا حتى حق الريترو 25، اوكي؟ قاس اللي هو مثل ما قلت لكم 35 حق بس البيج ويفز، اذا تبين بس كسرات من تحت كذي شيء بسيط سريع. اما اذا تبين الويف يتم عندك هم تستخدمين قلت لك الرغوه والمقاس هذا 25. وهذا بنات الروت فوليوم، تستخدمينه هم حق فوليوم اكثر اذا ودك فوليوم اكثر، مو باستخدام يومي بنات، اوكي؟ حق بس اذا ودك يعني يطول معاج هذا الروت فوليوم اقوى من الثاني. قبل الاستشوار يحمي، حتى قبل الفير يحمي بطريقه حتى انت بتشوفين شلون ما راح تحسين بشيء فعلا فعلا، ولا ويسهل لك طريقه الاستشوار، وفي نفس الوقت تحسين ان شعرك شفتين نفشه وهذه الامور يصير شعرك كانك حاطه سيروم. هذا بنات انا استخدمه من يعني كل يوم كل يوم مخلص بعد خلاص. هذا بنات فوليوم قبل استشوار بعد تبخينه، هذه اللي كنت ابخها انا الابيض، اوكي؟ هذه بخي كل يوم عشان يعطيه فوليوم اكثر خصوصا حق الشعور الخفيفه، هذه ممتاز جدا خيال. واللي ما يعطي بنات الحين شوفوا هذا، هذا الحين مقص، الحين اللي تشوفينه راح تقولين بيج ويفز. عشان اصحح لكم المعلومه، ترى هذا مقاس 25 راح يعطيك هذه النتيجة مع الوقت، لأن احنا مو مستخدمين لا سبراي والمستخدمين ولا شيء. فهذا هو المقاس اللي كلكم تبونه وتملك ثابت. شوفي كل ما يبتدي يفتح مع الوقت يصير أجمل وأحلى، فاستخدموا مقاس 25. في ناس ما تعرف فتقول لك بيج ويفز لازم استخدم المقاس العريض اللي هو 35، ما يصير ما يصير. 35 حدك دقيقتين تسوين هاللون خلاص كله فتح معاك.